ohne Nahrung, als Zivilisation. يبقى
كويس كده؟ يبقى اور قولوا معايا اور ساينس ار ساتوريتد اور ساينس ار اور ساينس ار اوكيوباي اوكيوباي عارفين يعني ايه اوكيوباي؟ يعني مشغول يعني مش مشغوله يعني مشغوله نتابع بره مين؟ وجوه مين؟ داخل مين؟ الصوديوم بره والبوتاسيوم جوه لغايه ما نوصل لحاله الاكوليبريم. ايه بقى التوازن؟ اما يبقى الصوديوم تركيزه بره اكتر من جوه 10 مرات وتركيز البوتاسيوم جوه اكتر من بره 35 مره. يعني الصوديوم بوتاسيوم بامب ده اهي هتبنيها شغاله لغايه ما تخلي الصوديوم كله بره اكتر من جوه 10 مرات. وساعدها هيبقى برا اس عشان برا ايه؟ صوت جوه ايه؟ عشان علشان برا بص بيبقى جوه ايه؟ بتاع خلي بالك عملنا ايه؟ لا عملنا ايه؟ رجعنا ايه؟ البولارايز ستيت مش اللي هي الاهي الاولى يبقى دي اسمها ايه؟ ري يعني ايه عادي؟ ريبولاريزيشن اسمها ايه؟ ريبولاريزيشن. عندي ثلاث حالات من الاستقطاب. عندي ثلاث حالات من الاستقطاب. اول واحده اسمها ايه؟ بولاريزيشن. ثاني واحده اسمها ايه؟ ريبولاريزيشن. ثالث واحده اسمها ايه؟ ريبولاريزيشن. مين اللي بيعمل ريبولاريزيشن؟ يطلع البوتاسيوم بس اكتب ولا بسيب اللي جوه عشان انرجي من ايه؟ انرجي من ايه؟ طب الصوديوم اللي دخل جوه كده دخل اكتب ولا بسيب؟ بس ليه؟ بالكونسنتريشن جريدينت والجريدينت يعني ذير از نو نيد فور انرجي. فاهمين ولا لا؟ يبقى دي اسمها بس يبقى دي اسمها ايه؟ بس ودي اسمها ايه؟ بص بقى يقول لك الصوديوم والبوتاسيوم طب ممكن يحصل لها اكتيفيشن بحبتين ويحصل لها انهيبيشن بحبتين. يعني ايه اللي يخلي الصوديوم والبوتاسيوم طب تشتغل اكتر واكتر واكتر؟ اما يكون في جوه صوديوم كبير اما يكون جوه في صوديوم ايه؟ ويكون عندي اي تي بي كتير يبقى لما يكون الشرطين موجودين هيخلي البامب تشتغل اكتر اللي هي انترا سيلولار صوديوم يكون كتير ويكون الاي تي بي يكون كتير يعني ما ده يبقى كتير وده يبقى كتير يخلي الايه؟ الصوديوم بتسحب البامب تشتغل كتير. ما هم دول الشرطين اللي احنا قلنا عليهم ان عندي لازم يكون اول سايدز ار اوكيوباي ولازم يكون الـ ATP أو الـ Energy Source is present. طب يحصل لها inhibition بإيه؟ يبقى هنا هيحصل لها stimulation أو activation by increase الصوديوم و increase الـ ATP. يحصل لها inhibition بإيه؟ بحاجتين. أول واحدة اسمها decrease الـ body temperature وحاجة اسمها فوس. وبين. مش كوابين كوابين كيو سايل في حاجه اسمها وابين وابين مش كوابين وابين مادة كيميائية
يستخدم في الناس اللي عندهم مرض في القلب، يسمى كاردياك يعني قلب، جلايكوسايد يعني مصنوعة من الجلايكوبروتين. مش مهم قوي يعني. يبقى بتعمل ايه؟ انهيبيشن للصوديوم بوتاسيوم بمب. يبقى الوابين وديكريز البودي تمبريتشر يقلل الصوديوم بوتاسيوم بمب. الصوديوم وزيادة الـ ATP يزود الصوديوم بوتاسيوم. فاهمين ولا لا؟ فاهمين ولا ايه؟ طيب. اما يكون واحد الاكل بول بس عشان تنسى قالوله انا عندي نهر النيل تمام وعايز اعوم في النهر لو رحت مع الطيار انا مسيت نفسي مع الطيار والميه هي اللي بتمشيني صح ولا لا يبقى انا استهلكت طاقه ولا الميه هي اللي مشتني ميه يبقى انا بس يعني ايه بس يعني كونسيوم نو انرجي يعني لا استهلك طاقه هو ايه بقى المعوم عكس الطيار انا بقى اللي هشتغل فاهمين ولا لا يبقى انا كونسيوم مور انرجي عشان نمشي عكس الطيار يبقى دي اسمها اكل يبقى الحاجه اللي ماشيه من تركيز عالي الى تركيز واطي يبقى بس مش عايزه طاقه انما اللي هتمشي من تركيز واطي الى تركيز عالي عايزه طاقه يبقى والسورس اوف انرجي هو الـ ATP فاهمين ولا لا؟ اما يكون عنده ولد زي ده وانا اللي بمشيه فاهمين ولا لا؟ انا اللي بمشيه يبقى هو ما مشيش انا اللي مشيت يبقى هو اكتب ولا ماسك؟ فاهمين ولا لا؟ انا مسيره هو اللي يمشي يبقى هو هيستغل الطاقه يبقى اكتب فاهمين ولا لا؟ يبقى ادي الفرق بين كلمه اكتب وكلمه ايه؟ بس يبقى يا جماعه الريستنج ميمبرين بوتنشال أسباب وحصول الحاجة الأولى اسمها إيه؟ الحاجة الثانية اسمها إيه؟ صوديوم بوتاسيوم بمب نمسك السليكت بيرميبل لازم نبدأ بجملة وهي زمين بين يلا ورا زي ما مش فرصة زمين بين ماي ليفيا وتو بوتاسيوم فور زان صوديوم فروم 50 تو 105 يعني بالعربي الممبرين هاي اللي بيرمى بوتاسيوم اكثر من الصوديوم من 50 ل 100 مره لماذا؟ يلا بقى الشكل البودر بتاع الصوديوم اكثر من الشكل البودر بتاع الصوديوم الشامل الاول جدا عندنا هنا مفيش ليك تشانل مور بوتاسيوم مور زان فجيتي تشانل هنا مفيش ايه عشان كده البوتاسيوم باص ايزي او نبت الصوديوم انتر ذا سيل وش يخش كام طريقه يبقى عندنا الصوديوم حرفين هيدخل جوه حرفين ها كونسنتريشن عشان تركيزه بره اكتر من جوه 10 مرات يعني بره 140 او 142 وجوه كام؟ 14 وهيخش بره الصوديوم بوزيتيف وجوه الخليه تغلي يبقى هيحصل لهم ايه؟ ادراكشن ادراكشن يعني ايه؟ يعني تجاذب يعني الصوديوم يخش جوه بالالكتريك ايه؟ نجري البوتاسيوم هيطلع بره حاجه واحده بس وهي الكونسنتريشن لان تركيز البوتاسيوم جوه اكتر من بره كام؟ 35 طيب لو انا عايز اعرف ايه الحاجات الموجبه اللي بره وايه الحاجات السالبه اللي جوه؟ تعرفها؟ الحاجات الموجبه اللي بره هو مين؟ الصوديوم والكالسيوم. طب الحاجات الموجبه اللي جوه؟ البوتاسيوم والمغنيسيوم. طب ايه الحاجات السالبه اللي بره؟ الكلورايد والبايكربونيت. طب ايه الحاجات السالبه اللي جوه؟ الصفين والسوستين والبروتين. بص يا دكتور يا احمد بتاع النظافه يا جدع وانت اسمك ايه؟ بص يا احمد يقول لك البوتاسيوم هاز امينو انترستنج برين بريدج فاهم الجمله دي؟ بس ملوش دور كبير قوي في انترستنج برين بريدج ليه؟ قال لك اما يبقى عنده سوديوم احنا كده بنسكر اهو بس قال صفين وادي بسبيت وادي بروتين دول نيجاتيف 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 نيجاتيف
وفي هنا بوتاسيوم، وفي هنا ايه؟ بوتاسيوم بوزيتيف 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 بوزيتيف. حلو الكلام؟ ذا اما وين تو بوتاسيوم انسايد ذا سيل، اسمع ذا اما وين تو بوتاسيوم انسايد ذا سيل از ليس، قليلة بكثير قليلة بكثير عن النيجاتيف اللي موجود. خلي بالك، لو قلنا جدلا عايزين نعادل كل البوزيتيف اللي جوه بالنيجاتيف، البوزيتيف بالنيجاتيف، يعني كل البوتاسيوم هنعادله بايه؟ بنيجاتيف كده اهو. فاهمني ولا لا؟ يعني البوتاسيوم بوتاسيوم بوتاسيوم بوتاسيوم، البوتاسيوم قليل عن مين؟ عن الحاجات النيجاتيف. هنعادل دي بدي ونعادل دي بدي ونعادل دي بدي، يبقى المحصله النهائيه برضه طالت مين؟ فاهمني بقى كده؟ يبقى مين اللي بيلعب في التأيون؟ الصوديوم. مش احنا قلنا البوتاسيوم شويه صغيرين، اسمعوا لي يا شباب، البوتاسيوم حبه صغيره، عشان كده لو هنعمل نيوتريلايزيشن يعني تعادل، مش هنقدر نعادل كل النيجاتيف اللي جوه، مش هنقدر نعادل كل النيجاتيف اللي جوه. فلما نعادل يعني نعمل نيوتراليزيشن، هنعمل نيوتراليزيشن لحبه صغيرين ويتبقى لي برضه ايه؟ نيجاتيف. يبقى بره كان ايه؟ صوديوم صح؟ وجوه كان فيه ايه؟ صلفيت بروتين فوسفيت، وحبه بوتاسيوم حضرت لهم ايه؟ نيوتراليزيشن. يبقى سبب الجزء اللي بره ايه يا معلم؟ عشان تركيزه بره افضل من جوه، بس الكلورايد والفايسكربليت
الصوديوم الصوديوم دخل الصوديوم جوه تمام معايا يبقى اصبح هنا في صوديوم